ذكر الألم، على ذكر الألم سبحان الله يقول لك يعني الألم نعمة لا تحبذها، لكنها نعمة. الألم نعمة لأنه فيك شيء يحتاج أنك على طول تقاومه، يعني تعالجه. تخيل لو ما فيك الألم، ترى في ناس ما يحسون بالألم فعلا، هذا مرض. في ناس فيهم مرض ما يشعر بالألم، سبحان الله. الألم يعني لو تنقطع رجله، لو يصاب بجرح، لو يجيه نزيف قوي ما شافه بعينه ما يدري انه. اذا من النعم ان تتألم. نعم. تتألم. ومن النعم ان يحتقرك بعض الناس. هذه سماء في مقطع جميل للعلامة ابو اسحاق الحويني، نعمة الاحتقار. كيف؟ جميل. كيف يا ناصر؟ كيف؟ جميل. كيف يكون الاحتقار نعمة؟ جيران جو، يعني بعض الناس: يا طارق الباب رفقا بالباب حين تلمسه، لو كان بالدار خل صفق الباب. أصفق الباب أسطره. السلام عليكم ورحمة الله. ليش الاحتقار نعمة؟ بعض الناس قد يقلل من قيمتك في موضع، أجي أستفيد بس في الوقت اللي هو جالس يقلل، جالس إيش منشغل بك وأنت منشغل بتحقيق أهدافك. فاللحظة اللي جالس هو يحتقرك جالس يتأخر، أنت جالس تتقدم. يا سلام. ثم إذا احتقرك يظن أنك شيء عادي لا يعرقلك، لأنه يقول هذا ما رح يصل. فكان الاحتقار نعمة، فدائما تلمس نعم الله فيما يخفى عليك. بس نعمة لمن الاحتقار؟ للشخص، للشخص الطرف الثاني اللي يعمل فيه. في أشخاص يعني يعاني من الاحتقار. إيه؟ في أشخاص توقع لك أنه خليه يعاني، هو مجب القدة. في أشخاص ترى إذا جاهم الاحتقار ما يعرف كيف يستقبل الاحتقار، احيانا يتخاذل ويسمع كلام المثبطين ويقع في نفس الفخ. لكن في هو على حسب الشخص اللي يستقبل الاحتقار والتقليل. فاذا كان الاحتقار يسبب لك دافع قوي انك تمشي في طريقك، فهنا الاحتقار يكون نعمه لك. تعرف على طار الاحتقار، في واحد من الشباب ممكن قد ذكرنا القصه دي قبل كده، ان واحد من الشباب كان منشد او انه بدا في مجال الإنشاد يعني. فسبحان الله كنا في جلسة فيها أكثر من منشد كذا، فهذا أنشد وفي واحد يعني نشز، ما لا مو نشز، الشخص اللي يعني احتقر ما يعرف، ما عنده أسلوب. ما عنده أسلوب أبدا، يعقب في وجهه. فهذا لما أنشد إنسان مبتدئ، فطبيعي أنه يكون فيه عنده مشاكل كثيرة. طيب هذا خوينا نسف ونسف. أوه. وبعدين مش بينه وبينه، لا مع المجموعة يعني فضحوا. أول شيء قال له: أنت يا أخي مين قال لك أنت تنشد؟ هذا أول كلمة قال له إياها. الشيء الثاني: أنت ما أنت سامع الشيء اللي أنت قاعد تسويه. الشيء الثالث: أنت ترى ما أنت فاهم شيء في النشيد. أوف 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 عماء. دقيقة شمراني، اختب بالله أقول لك حاجة شمراني، والله ليش كذا يقول شمراني؟ إلى يومك هذا، إلى يومك هذا الشخص هذا ما ينشد. أوف. ولو سمع، ولو مثلا انت جالس مجلس اوقات واحد يسرح ينشد، زي انت شمراني اوقات تسرح تقول ارسم حروفك، تمام؟ الله. واحد سرح بس برضو انت مدحتني، ايش بك تكلم علي انت؟ انت انبسطت مني يا اخي، امزح معك يعني، ما امزح معك. تفضل. طيب امزح معك، دعوه صح. فاقول لك هذا والله الى الان يعني اوقات كذا هو جالس يسرح ينشد، لما احنا ننتبه له يسكت. اوه يعني يشوش خلاص. ايوه يشوش والله، يقول كمل شاش راسي من العذاب. مو شاش، شاش لو شاش بيكمل. ترى هنا في مشكلة توظيف الألفاظ، مشكلة عند الشيخ. ترى هنا في عندي 10 كلمات سعودية حطها في أي موضع، جات راحت. ترى مشكلة أنه الشخص يسمع الانتقاد من الناس الغلط. صحيح. يعني أنا مثلا مرضت، أروح الشيخ مثلا أقول له عالجني. الشيخ له تخصصهم بالدين والفتاوى وما إلى ذلك. إذا مرضت أروح للطبيب. أحسن. خربت سيارة. فإذا أنا تقبلت الانتقاد في الفن والإنشاد أو التمثيل أو من شخص ما يفهم هذه الأمور شيء، فهنا المشكلة فيني أنا. لابد أنه الانتقاد يطلع من شخص متخصص، ولازم الواحد يفهم أنه في ناس كثير يحبون يشخصون. حجارة تصعد عليها لا حجارة تتعثر بها. تفضل. النقد حجارة تحطها كذا تصعد بها لا تتعثر بها. غير كذا توصيل. أول شيء مساك الله خير مجدي. ألا في الشيخ كيف الحال؟ والله يبارك فيك. توصيل النقد يعني نفس المثال اللي أنت قلت، الطبيب أحيانا الطبيب يوصل لك أنك مريض في كذا في طريقة خاطئة تقتلك أكثر من الدواء. صح. أنت علي؟ صح. فتوقع أن هذا أخطر شيء. لذلك كتب أبو سند في سنابه الجميل يقول: بعض الكلمات، شوف كيف أحبك، من علامات حب الشخص أن تحفظ كلماته. الله. يقول أبو سند:
بعض الكلمات لا يعاقب عليها القانون، لكن تذكر قول الله وقولوا للناس حسنا. يا الله، لأن بعض الكلمات تقتل، بعض الكلمات حياة. صحيح. على طاري وقول للناس حسنا، يا أخي بقول لكم موقف أعزل في حبيب قلبي. أجم بس دقيقة، أجم هالموقف هذا إذا سمعتموه. يعني أبسمع منك شيخ ناصر. قبل حوالي 25 سنة، لا إله إلا الله، كنت عايش أنت؟ أي ما شاء الله تبارك الله. لا صحيح، اسمع الموقف. ما شاء الله، تفضل. كنا جمهور حنا على مسرح. كم واحد الآن طبعا ما هم معروف الآن، أنشد يا أخي. أنا ما أدري ذا اللي جنبي ما عرفه، التفت علي وأنا ما عرفه، التفت علي وقال لي ترى هذا اللي ينشد طالع من دار الأحداث. كيف قال لك؟ كيف قال لي المنشد هذا؟ هو كذا كلمك؟ شوف التمثيل، قال طالع من دار الأحداث. أوه. يعني عليه قضية كذا يقول. يا أخي أنا الحين هذا الشخص كل ما شفته، مع أنه لا ما يعني غير موجود وكذا، الله المستعان، بس كل ما تذكرت اسمه أتذكر الحدث. الحدث أقول نفسي يا أخي ليش هذا يتكلم؟ صح يا أخي، أنا ليش تكدر علي؟ أصلا ما يعرفني ولا عرفه. صح. ما يعرفني يا أخي، والموضوع ما منه فائدة. ما له فائدة، وتخيل أنت ما تعرفني ولا عرفك، ليش تقول يعني؟ ليش في ناس طبعهم حب الفضايح؟ وغير كذا يا أبو سند، غير كذا، سواء طالع من أحداث طالع من السجن، هذا شخص ابتلي وأخذ جزاءه في الدنيا. صح. وفي ناس يخطي نفس الخطأ لكن مع الأسف إلى الآن ما زال. ليش؟ لأنه ما أمسك إلى الآن ويقع بالخطأ مرة واثنين. فأسألكم بالله، من الحضيض اللي ممسك وطلع ولا إلى الآن ما أمسك؟ يا سلام. فأنا لما أشوف واحد طالع من السجن يا أخي أقول الحمد لله اللي غير الله حياته وأخذ الجزاء بالدنيا، وأخذ جزاء بالدنيا وفي مساحة عنده. لكن في ناس على غفلة، المسكين إلى الآن مسجون وهو أصلا طليق. شيخنا، أنت علي؟ هل في أكبر من كلمة ساحر ومجنون؟ لا، خطيرة وعظيمة، قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسمع لهذه الكلمات. صحيح. بعد ما كان يتبعه علي من الصبيان رضي الله عنه، وأبو بكر من الرجال، وخديجة من النساء، اليوم أتباعه المليار وسبعمية مليون، وكل يوم يردد اسمه كل هذا بعد أن كان يقال له ساحر وشاعر ومجنون. الكلمات إذا كان أنت اللي تحسب لها حساب، كلام الناس ليس قاعدة ولا قائد. لا تجعل كلمات الناس قاعدة ولا قائدة. صحيح. لا تقودك ولا قائدة. أي ليس كلمات الناس ليست قاعدة ولا قائدة، مو توجهك يمين يسار. صحيح. أنت عندك أرضية وعندك من تثق فيه ومن يحبك. صحيح. وليس كل شيء يقال. يعني واحد يقول ترى فلان تحدث عنك، قال إن كان هو رماني بسهم لم يصبني، لماذا أخذت السهم وغرسته؟ غرسته في قلبي. بعض الناس هذه مهمتهم في الحياة. صح. النكد الكذا، ومن هذا صنيعه؟ كيف يتحمل نفسه يعني؟ صحيح. لا، في جزئية أنا ودي والله يفهمونها، يعني مجتمعنا فاهم الحمد لله، بس ودي يركزون فيها بشكل كبير. قول عادي. أي شخص، أبوك، أخوك، صديقك، جارك طالع من السجن، أرجوك ابعد النظرة السوداوية اللي عندك. أيه. ناظره بنظرة الشخص اللي وقع في ابتلاء وانتهى الحمد لله، أصبح سوي جديد، عامل المعاملة الجديدة، أو اطلع من الموضوع. الله يرحمه. الله. نظرتك هذه التعاطفية أو نظرة المدري إيش، هذه ما شيخنا تفيد. هذه النظرة مو بس حتى للسجين، النظرة كذلك للمطلقة. صحيح صحيح. مرة سألت واحد من علماء التفسير، قلت له لقيت مقال أن صورة الطلاق تسمى صورة التفاؤل، إيش رأيك؟ قال لي هذا من أبدع الكلمات. تدري أكبر صورة وين جوالي؟ فيها تفاؤل الطلاق. أكبر صورة. لا لا، أكبر صورة، شوف 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 شوف، ركز معي. أكبر صورة جاء فيها ذكر التفاؤل هي صورة الطلاق. ليش؟ لأن الطلاق إذا خلاص توفرت أسبابه، بعد ما حاولنا الإصلاح، بعد ما استنفذت الطرق، يصبح الطلاق انطلاق. فإياك أن تحتقر امرأة طلقت. هذا ما له حل. هي ما له. طيب ناصر، حتى المخلوع يا أخي، حتى المخلوق. هي ليست امرأة فاشلة، ولكن هي حياة لا تصلح لك، هي قد تصلح لرجل. صح. آخر وتصلح لامرأة. طيب المخلوق، شوف يقول ربنا المخلوق في الآية الأولى من الطلاق. المخلوق. طيب قال المخلوق باب لا ولا شو، ممكن يكون العبودي. يبي هو يبي كلمة توافق الطلاق والطلاق. المخلوع نفس الكلام. لا ما مخلوع. أول آية في سورة الطلاق إيش قال الله في آخرها؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الآية الثانية تدري في سورة الطلاق؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شوف التفاؤل. الثالثة قد جعل الله لكل شيء قدرا، الحزن له قدر ينتهي الفرح.
خلاص كل شيء في هذه الدنيا له قدر وينتهي. قال الله بعدها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هذه الآية الرابعة. في الآية الخامسة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الآية السادسة واتمر إلى أن قال الله بعدها في السابعة سيجعل الله بعد عسر يسرا. وش قال الله في بعدها؟ قد أحسن الله له رزق، هذه في الآية 11. في الأخير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله قد علم أنك قد طلقت، علم أن حياتك قد انتهت، وعلم الذين جرحوك، قد أحاطهم الله فلا تخافي، قد أحصاهم الله، أنت عيشي حياتك وأنت عيش يعني خلاص استنفذنا الطرق، تصبح الطلاق انطلاق وتفاعل. أحب حبيبنا شمراني لا بس دقيقة لا أحلق يعني أنا ودي أنا أشوف الحين كأن المنطاد خلاص بعد ودي أتحلق أتمشنق بالحلق ما أنا قادرين يا رجل ما حد ما عندنا أمسك أنا يا حبيب عيني ناظر ناظر أحلى شمراني في حياتي صراحة. أقول لك شيء يا حبيبي أنا مكتوب بحب الجنة يعني. قول اسمح لي يا ناصر حبيبي ولا يهنون الشباب أنا قائد الجلسة أصلا حقيقة والله يا بعض الناس إنه ثور الله في برسيمة قولوا ليش ليش ينتقد لمجرد الانتقاد حلو يعني مثلا أضرب مداء يجيك يقول لك والله اللمبة هذه لونها أسود تيجي تقول له أنت طيب إيش رأيك وش اللون اللي يعني نحطه غير الأسود يقول ما أدري طب نحطه أحمر يقول ما أدري ايه؟ نحطه أصفر ما أدري طيب في عندك مقترح عندك شيء تقوله تحسن الموضوع هذا خليها سوداء إيه لا خليها سوداء لا ما لا برضو ما عجبتني ما عنده هدف ما هو انتقاد بناء ولا شيء بس ينتقد مجرد انتقاد ما في عنده أي شيء صحيح. هذا تدري هذا طال عمرك شو تسوي عجل لك عجينة عرفت عجينة لا وسدبها إذنه لا هذا لك أنت لا لا هو إذنه ها خلي يجي التهاب عشان يروح الطبيب ما عاد يجيك أنا أفكر بالاستدامة فإني أفك الناس من شر هذا الأدمي أبو عبد المحسن أنا قد صار لي مثل هذا الموقف أنا سيارتي شريتها بعد بحث طويل يمكن قعدت 3 شهور وانا اقارن بين السيارات وعلى حسب احتياجي انا يعني علي حريص ترى تمام فشريت السياره هذه يوم جيت عند واحد من الشباب زرته قال لي ما شاء الله ما شاء الله مبروكه هذه قلت له والله سيارتي ابشرك شريتها وكذا قال لي غلطان تشريها السياره خلاص شريتها حاسم امه والله العظيم قال لي وانا عارفه هذا بالذات لو اقول له اني شريت هالنوع من هذا غلطان ما لقيت الا هذا النوع كل شيء غلطان جيت انا ما دامي عارفه يعني قلت والله للاسف انك ما كنت معي يوم اني جيت اشتريها ولا كان استشارك انا اعتذر منك سبحان الله المفروض اني استشيرك بكل شيء وين رقم جوالك عطني رقم جوال عقبه خلاص قطع الموضوع درى انه يعني ما منه فايده خلاص اللي مثل كذا عطوا على جو قل والله المفروض اني استشارتك يا اخي والله بعض الناس يقول لك سافرت وما قلت لي قال يقول يعني لو قلت لك راح تحجز لي التذاكر والفندق حامل وما قالت يعني انت الطبيبه اللي راح يعني تراجعي معي الحمل 9 شهور ايش بعد قادر شيء لما تقول للناس لو قلت لي هو فقط مجرد ايش لذلك في اسئله تسمى اسئله اذابه الجليد ايام كنا في الجامعه حلق انا ايش تخصصي يا شمراني تخصصك اعلامي يا حبيبي يا ناصر تبارك الله اي نعم جامعه الجزائر كليه العلوم السياسيه والاعلام ما شاء الله كنت تاخذ مكافاه لا والله ففي واحد وش كان يقول لي في السنه الاولى في الجامعه واحنا اعلام طلبه